بعد زوجها، كورونا تنهي حياة الفنانة دلال عبد العزيز. توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز اليوم السبت عن عمر يناهز 61 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 3 شهور من وفاة زوجها سمير غانم متأثرا بنفس المرض. وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم عن وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إن لله وإن إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما. ومن جانبه علق حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم على خبر وفاة دلال عبد العزيز قائلا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة. وأضاف ذات المتحدثة: عايز أقول لك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنية، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليها، هتوحشينا أوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة. وجدير بالذكر، توفي الفنان سمير غانم شهر ماي الماضي متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 84 عاماً.